فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لقد سهى الإمام وقام إلى ركعة خامسة في صلاة الظهر، بعض المأمومين جلس ولم يتابعه، وقال: عندي دليل أنه إذا سهى الإمام فقام إلى خامسة أنني أجلس ولا أتابعه، فهل قوله صحيح؟ نعم، هذا هو الصواب. من علم أنه قام إلى زيادة لا يجوز له أن يتابعه، تبطل صلاته لو تابعه وهو يعلم أنها زائدة، بطلت صلاته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.